أهلا وسهلا بكم على قناتنا لدراسة تأثير استخدام الخميرة أو يست كسماد ورقي على نباتات الزينة، ودراسة قمت بها بفضل الله في حديقة الأورمان من خلال ورقة بحثية في عام 2017، حيث قمت باستخدام محلول من 1.5 لـ2 جرام من الخميرة مذابة في الماء ونقوم برش النباتات المزهرة. وجدت أن هذه الخميرة بتقوم بزيادة الحجم الورقي وإمداد النباتات بالفيتامينات الغذائية المفيدة والعناصر الغذائية مثل الأزوت والنحاس والبوتاسيوم ومعظم العناصر الصغرى والكالسيوم والعناصر الأساسية والأثرية التي تزيد من حجم الورقة الخضراء، ولكن لا يجوز استخدامها مع النباتات المزهرة لأنها تقوم بإسقاط الأزهار وخصوصا أزهار القطف مثل القطيفة والكريزانتم، ولكن يمكن استخدامها مع الأجلونيميا والديفنباخيا والنباتات الورقية الخضراء كلها لتلميعها وزيادة النيتروجين فيها وزيادة حجم الورقة والمسطح الأخضر مثل الديفنباخيا والسنجونيوم والأجلونيميا ومعظم أنواع الصبارات والجرونيا أو خبيزة الأزهار، كما أنه عند إضافة جزء من السكر إلى هذا المحلول يمنع الإصابة بالبياض الدقيقي في معظم النباتات أو الإصابات الحشرية، نظرا لأن معظم الفطريات ومعظم الحشرات ليس لها بنكرياس بالمعنى الدارج فلا تستطيع تحليل السكر الموجود في الخميرة. ولزيادة المعلومات والوصول للطريقة العلمية والورقة البحثية يرجو أو يرجى زيارة الرابط أسفل الفيديو. شكرا لكم.